الوقوف حول تفاصيل اللقاء بين الرئيس التركي ونظيره الأوكراني في اسطنبول. من اسطنبول ينضم إلينا مراسلنا محمد المشهراوي. مشهراوي، ضعنا في صورة أبرز ما خرج به هذا اللقاء وفقا للتصريحات من الجانبين. يعني هذا اللقاء ما زال مستمرا ويحمل ملفات عديدة مهمة، في مقدمتها ملف الحبوب ودراسة تمديد هذه الاتفاقية أمام التلويح الروسي والتهديد الروسي بعدم قبول تمديدها. الأمر الثاني هو بحث مسألة وقف إطلاق النار، وهو الذي المبادرة التي طرحتها تركيا منذ بداية هذه الأزمة، ولكن وفق أوساط تركية فإن انعقاد هذا اللقاء، مجيء الرئيس الأوكراني واجتماعه بالرئيس التركي في هذا التوقيت، يقولون إن ذلك يعني أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بلغت مستوى جديدا، ويقرؤون في ذلك تصريحات الرئيس الروسي أو تحديدا الكريملين اليوم، التي قال فيها أنه يراقب هذه المباحثات التي تجري في اسطنبول، وبناء عليها سيكون لقاء قريب بين الرئيس الروسي والرئيس التركي لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار. هي ملفات مهمة جدا، ويضاف إليها ملفات ثنائية في ضمن هذه الزيارة التي جاءت بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وسننتظر حتى تصريحات أردوغان. شكرا جزيلا لك من اسطنبول زميل محمد المشهراوي على كل هذه المعلومات.